من السينما خلينا ننقل للدراما والدراما قصدي ونروح للمسرح ومسرحية ابو العربي اللي انتوا فاجئتونا بيها في العيد. المسرح بالنسبة لك ايه؟ المسرح بالنسبة لي هو الاب، هو المعلم، هو البدايات، هو كل الحاجات، صاحب كل الفنون اللي بنعملها. في ظل بقى الاجراءات الحاصله والكورونا والكلام ده، طبعا الناس كلها بتحسب لكم فكره ان انتوا تعملوا مغامره زي دي وتعرضوا مسرحيه جديده. ايوه. اما كلموك في موضوع ان احنا يلا يا احمد عايزينك معانا في مسرحيه ابو العربي، ما خفتش يا جماعه مسرحيه ايه دلوقتي في وقت الكورونا؟ خفت طبعا. ولكن هو حبك للشغل وحبك للمسرح. هو الراجل بصراحه، انا عايز اقول حاجه، يعني هاني رمزي ده الناس كلها مش عارفه افكرهم بحاجه، ان انا لما اجي ببتدي اقرخ ان انا عملت سينما، بيبقى اول فيلم رقم واحد اسمه الرجل الغامض بسلامته، كنت عامل اول مشهد فيه كان مهم جدا بالنسبه لي وبدا. فالراجل ده رجوع بعد 18 سنه، هي شويه حاجات، وراجل خلوق بشكل كبير طبعا، هاني رمزي خلوق بشكل كبير جدا. فانا شويه حاجات، وتامر كرم طبعا المخرج وصاحب منتج هذا بالشراكه مع سي سينما المشروع ده صديقي وصاحبي ولازم اقف جنبه، حاجات كتير في قلب بعض. وانا كان الخطوه طبعا مهمه جدا وصعبه، بس انا خدتها. يعني مستغلين شخصيه ابو العربي الاستاذ هاني رمزي عملها قبل كده. انت بتحس ان الشخصيه اللي بتعلق مع الناس حلو ان احنا نستغلها، زي مثلا ما استاذ محمد سعد عمل مع شخصيه الليمبي؟ انا لا. انت تحب تعملها مره الشخصيه؟ يعني مثلا محمد سعد ده انت كويس قوي، يعني هذا الرجل الكاركتير بشكل مبالغ فيه. ولكن دايما الانتاج بيحصرنا، هو مش عايز المغامرة، هو عايز الحاجة المضمونة. وأستاذ محمد سعد يعني ممثل تقيل جدا بعيدا عن الكوميديا. بالظبط. فأنا أحب طبعا لو الفرصة جات لي، لأ هعمل الشخصية مهما يعني عملت، ممكن أعمل الشخصية أجزاء، إنما مش هعمل يعني مثلا جزئين او ثلاثه وخلاص مش هعملها تاني، انما مش هفضل اعملها كتير. لا بالزبط. بيبقى انا عندي الاحسن نعمل حاجه جديده.